بسم الله الحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله واهلا ومرحبا بكم في هذا الجزء الثاني من المحاضره الثانيه بالشابتر الرابع تورشن الاهداف الخاصه بهذا الفيديو هي كالاتي اولا تقديم قوانين الخاصه بحساب الباور ترانسميشن ثانيا القوانين الخاصه لحساب الشافت ديزاين او ما يسمى بالـ Condition of ريزيستنس ثالثا الحسابات الخاصة بـ Thin Wallate Tubes Having Closed Cross Sections Area. بدايةً، فيما يخص الـ Power Transmission، والتي عادةً نستعمل فيها المحركات الكهربائية، فإن القانون هو كالآتي: ال P اللي هي الـ Power، تساوي الـ T ضرب الـ W. الـ T هي الـ (العزم)، الـ W هي الـ Angular speed. قانون الـ Angular speed هو كالآتي: W تساوي 2 باي N على 60 أو باي على 30 وحدة ال W هي راديان بير سكند وحدة ال N هي ال RPM راوند بير minute وعادة هي ما تكون موجودة على اللوح في المحركات قانون الكونديشن Condition of Resistance هو نفس القوانين التي هو نفس القانون الذي استعملناه في تنشن كومبريشن اند شير وهو الـ Applied shear stress لازم ان يكون اصغر او يساوي من الـ Allowable shear stress. الـ Allowable shear stress يعرف ماذا؟ يعرف الماتيريال هو خاصية ميكانيكية للمادة. الـ Applied shear stress او الـ Actual shear stress هو الذي يتم حسابه من, خل من خلال قانون ايش؟ من خلال الـ TO Maximum يساوي TC على J بالنسبة لقانون الشافت ديزاين لما يكون سوليد يتم سحب الجي على الجي على سي من هذا القانون يساوي تي على تاو اللوبل من المعلوم أن جي تحتوي القانون جي يحتوي على المقاسات وهي سي أيضا سي هنا معنا فيمدينا من خلال هذا القانون حساب السي اللي هي نصف القطر أو القطر كله بالنسبة للثنّ valid tube having closed cross sections، القانون هو كالآتي: تو average تساوي t على 2 ضرب t ضرب am. المجوّفات الرقيقة هي على هذا الشكل. الطو average هي the average shear stress acting over the thickness of the tube. الت هو the resultant internal torque at the cross section which is found using the method of sections and the equation of equilibrium. At T here, a thickness of the tube where tau average is to be determined. At AM, here the mean area enclosed within the boundary of the uh, center line of the tube thickness. Since Q is equal tau average T, we can determine the sh shear flow throughout the thick the, sections, the cross section using the equation Q to Sawi T ala 2 AM. With the angle of a twist, على thin, uh, thin valid tubes القانون هو كالآتي phi تساوي t ضرب ال L تقسيم 4 AM square ضرب ال shear modulus G ضرب ال integral على surface DS على T T هي ال thickness Here the integration must be performed around the entire boundary of the tube's cross-section area على كامل مساحة ال cross-section area